يعني لابد أن نذكر أن في بداية أيام العدوان على قطاع غزة، جاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى دولة الكيان وقال: أنا جئتكم داعما، وأنا جئتكم كوني صهيونيا وليس وزير خارجية أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. أي بمعنى أنه جاء بصفته صهيوني، يعني يتماشى مع الأهداف دولة الكيان الصهيوني، وهو العدوان على قطاع غزة وتدمير قطاع غزة. نحن اليوم كما تعلمون في اليوم الـ404 للعدوان على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، وكما نعرف من الإحصائيات أنه أكثر من 43 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح و الآلاف من المفقودين وتدمير قطاع غزة أكثر من 80%. ما هي الأهداف التي يمكن أن تزيد عن هذا؟ الذي عندما يقول وزير خارجي أمريكي أن إسرائيل حققت أهدافها، حققت أهدافها لماذا؟ حققت الأهداف بهذا القتل الهائل لسكان قطاع غزة وهذا التدمير الكبير لقطاع غزة. بنفس الوقت عندما يقول نحن يعني طالبنا ونريد ممرا امنا للمقاتلين حماس ان يخرجوا مقابل اسرى الصهاينه، ما هي الخطه التي وضعوها او وضعها لاخراج الاسرى الفلسطينيين، الاف الاسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني؟ اذا هذه هي المعايير المزدوجه، هذه النوايا المفصح عنها سلفا انها نوايا مع دوله الكيان، وهم يتماشون مع ما يراه نتنياهو وحكومته في العدوان على قطاع غزه. طيب سيد عبد الله، يعني في هذه النقطه الا ترى معي ان هناك ايضا تناقض ما بين التصريحات الاسرائيليه والامريكيه؟ يعني مؤخرا كان هناك ايضا تاكيدات من قبل اسرائيل على لسان نتنياهو يقول اننا سنواصل الحرب الى حين تحقيق الاهداف، يعني هذا اعتراف انهم الى الان لم يحققوا اهدافهم، بالمقابل نرى تصريحات امريكيه تقول انهم حققوا اهدافهم، كيف يمكن قراءه هذا؟ يعني هو تلاعب في الالفاظ فقط ليس الا، لكن النوايا واضحه ان الاداره الامريكيه ليست معنيه بانهاء الحرب بهذا الشكل، انما بالشكل الذي يريده نتنياهو. نتنياهو يريد ان يدمر قطاع غزه، يريد ان يعيد احتلال قطاع غزه ايضا بنفس الوقت، وبنفس الوقت يريد ان يبين للعالم بانه لا يريد ابدا وبشكل قاطع ان يكون هناك اي مقاومه للشعب الفلسطيني في قطاع غزه وغير قطاع غزه ضد الكيان الصهيوني. هذه الرساله التي نفهمها نحن كشعب فلسطيني. ولكن ايضا كما نعلم بالسياسه ايضا انه يعني هذا الشرف العظيم لا يريد ان يعطوه لاداره بايدن المنتهيه ولايتها، وربما انه الوضع اللي يجعله نعم. لهديه لتكون لترامب واداره ترامب القادمه. طيب السيد عبد الله، ايضا فيما يخص يعني الاهداف، بدايه الحرب على قطاع غزه كان من بين جمله الاهداف وعلى راسها القضاء على حركه حماس. هل حسب التصريحات الامريكيه يعني هل نستطيع ان نعتبر ان الاداره الامريكيه الديمقراطيه ترى بان ما جرى لحركه حماس الى الان هو فعلا تم القضاء عليها، اعتبارها قضاء عليها؟ هكذا يتمنون وهكذا يستطيعون أن يقولون ما يشاءون. نحن نرى كشعب فلسطيني أن حركة حماس، حركة المقاومة، حركة مقاومة فلسطينية هي جزء من الشعب الفلسطيني بالكامل، ويعني ولا يستطيعون أن ينهوها بهذه الحالة التي يريدونها هم. هم يريدون فقط أن يكون هناك نصرا لهم حتى ولو كان بشكل معنوي لهم أنهم قضوا على حماس، لكن ليعلموا أن حماس جزء من الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني إلى حتى الآن يقاوم ولم يفقد مقاومته. إن جنين عبد الله قبها عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، شكرا جزيلا لك.